غريب، لم أكن يوما عطشا للنوم كما أنا الآن، وكأن هذا النوم ليس بإرادتي. إلهي، كيف سيتغلب الحق على الباطل؟ إلهي إلهي، لما أشعر بالنعاس هكذا؟ لقد غلبني النعاس، وأنت ألا تنام بينيسيو؟ ما أسرعهم في النوم؟ أنت نائم يا جينيسيو وعينك مفتوحتان، لم أرك هكذا من قبل. وعدتهم بأنني سأحرس المكان، لكن النعاس لم يسمح لي. آمل أن لا يحصل مكروه. سأنام بضع دقائق. بضع دقائق فقط، وسأتمكن بعدها من الحراسة جيدا. آمل أن تسامحني يا سيد ماكسيميليان، ذلك خارج عن إرادتي. سامحني.